السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. بحمد الله وفضله، طبعا من خلال موضوع إذا بتتذكروا ظاهرة نتف الريش والحل الجذري لإنهاء مشكلة نتف الريش باستخدام فوق طبعا اللي بتركب على رقبة الطائر، بالإضافة لمجموعة من المكملات والسبريهات والفيتامينات الخاصة بهاي المشكلة. الحمد لله من نتيجة الطلب المتزايد على هذا الموضوع تم وصول طلبية كاملة متكاملة من الأطواق الخاصة بنتف الريش. جبنا مقاسات متعددة، عندنا هذا المقاس اللي هو بناسب الطيور الكبيرة تقريبا، مثل طيور المكاو، مثل طيور الكوكاتو، وفي عندنا المقاس برضو اللي هو المقاس اللي بيجي المتوسط اللي بيناسب الافريكان جراي وبيناسب بعض الطيور اللي مماثله بحجمها للببغاء الافريقي الرمادي، وفي كمان حجم ثالث للطيور الاصغر. الحمد لله رب العالمين، هاي الاطواق اثبتت كفاءه من حيث الاستخدام الامن، من حيث حل مشكله ظاهره نتف الريش بشكل متكامل. وصلتنا طلبيه متكامله بمقاسات متعدده ومتنوعه، ونامل انها تنال دائما اعجابكم ورضاكم. الله يعطيكم العافيه.